السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والشرح الجديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين، وأتمنى أن تدعموا القناة باللايك والاشتراك. مرحبا بكم أخوتي، كما وعدتكم صبيحة اليوم هذا الشرح سوف يكون حول طريقة إرسال أرباح ستورم جين، منصة ستورم جين، الأرباح فقط وليست أموال التعدين، يعني الأرباح التي تجنيها من التداول يمكنك إرسالها إلى أي إلى منصة بيناس أو من أي منصة أخرى واستخراجها بشكل عادي جدا. أما أخوتي الطريقة سهلة جدا، وكنت قد شرحتها من قبل، ولكن للأسف هنالك العديد من المتابعين قالوا لي أن هنالك العديد من المشاكل في استخراج الأرباح إلى منصة بينانس. بالنسبة لي المشكلة الأولى هي تأخر الأرباح. صراحة أنا كنت أواجه هذه المشاكل في الأيام الأولى من التسجيل في التطبيق، ولكن حاليا التطبيق يرسل لي الأرباح مباشرة، لا أعلم إذا كانت الأقدامية أو شيء آخر، ولكن أنا أظن أن التطبيق يرسل الأرباح بشكل عادي جدا ولا يوجد أي مشاكل، فقط يكتب لك أنه يتم التحقق من الأرباح يدويا، التحقق من إرسال الأرباح يدويا، لذلك تتأخر الدفعة في الإرسال. من أخوتي سوف أقوم بإرسال الأرباح على المباشر الأشخاص الجدد في القناة. يمكنكم التركيز على الشرح وإرسال أرباحكم بكل سهولة إلى منصة بيناس أو أي منصة تريد. أول شيء تقوم بالذهاب هنا إلى أموالك الخاصة، يعني تضغط على الأولى وتضغط على الأولى، فكذلك أموالك الخاصة يجب أن تقوم بتبديلها إلى أي عملة أخرى، وأنا أفضل دائما تبديل الأرباح إلى عملة ستيلار. أنا صراحة ستيلار لأن المبلغ سوف يذهب كما هو، يعني إذا كانت 10 دولار سوف ترسلها 10 دولار ناقص يعني 1 سنت فقط، يقتطع سعر قليل جدا. وإذا قمت بإرسالها بتحويل إلى البيتكوين وإرسالها سوف يقتطع منك نصف المبلغ، يعني خسارة كبيرة لك. لذلك أنا أقوم دائما بتحويل العملة إلى عملة ستيلار XLM. المهم أخوتي بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى هنا للخروج والذهاب إلى هنا، هذه العملة التي أريد تحويلها إلى منصة بيناس الآن. كما تلاحظون هنا هذه العملة 46.70 من عملة الستيلر بسعر 5.83 دولار. أول شيء تقوم إلى الذهاب إلى المحفظة أو المنصة التي تريد إرسال أموالك الخاصة إليها. أنا أفضل دائما منصة بيناس لأنها تتيح لك استخراج أموالك بكل سهولة وكل مصداقية. أنا قمت بتسجيل في منصة بيناس منذ عام تقريبا، ووثقت حسابي بسهولة. أول شيء تقوم بالضغط هنا على المحفظة، إذا كانت باللغة العربية تضغط هنا على المحفظة. هنا انظروا معي لدي 0 دولار، يعني لدي 0 دولار لأنني قمت باستخراج أموالي منذ فترة. بعد الضغط على المحفظة تنتظر وتضغط هنا على إيداع، شاهدوا معي تضغط هنا على الإيداع. هذه هي الخطوات الأولى لاستلام الأرباح على منصة البينانس. وهنا تختار عملة الستيلار، هي اسمها المصغر XLM. تقوم ببحث هنا، تضغط على بحث وتبحث عن العملة وتضغط على العملة، شاهدوا معي. وهنا يقول لك اختر الشبكة، تقوم باختيار شبكة ستيلر نتورك.
وبعدها تقوم بالضغط هنا على موافق. المهم اخوتي، هذا هو العنوان الخاص بعملة ستيلار في المنصة بيناس الخاص بي. يعني يمكنني استقبال عبر طريق هذا الكود، كود بار، او عن طريق العنوان المحفظة. شاهدوا معي، هذا هو العنوان، وهذا هو العنوان الصغير، شاهدوا معي المعرف. يعني هو البيتكوين لا يحتاج إلى معرف، يحتاج فقط إلى عنوان محفظة، ولكن عملة ستيلار تحتاج إلى العنوان محفظة وهذا المعرف. يعني هو عبارة عن كود. المهم اخواتي، تقومون بالنسخ، نقوم بالنسخ، نسخ العنوانين كما تلاحظون هكذا، ونذهب هنا، نذهب نعود الى منصة ستورم جيم كما تلاحظون هنا. اول شيء تقوم بالضغط هنا على السحب. قبل ان تقوم بالضغط على السحب، قم هنا بالتركيز واحفظ هذا الرقم، لأنك سوف تكتب هذا الرقم، رقم العملة، يعني المبلغ الذي تريد إرساله. مثلا أنا هنا أريد إرسال كل العملات الخاصة بي، هو 46.70. ضغط على السحب 46.70، شاهدوا معي، وبعدها تقوم بالضغط على طلب جديد وتكتب فوق هنا 46.70 كما تلاحظون هنا. يتحقق من وجود هذا المبلغ هنا. بعد تحقق تقوم بنسخ العنوان، عنوان المحفظة الخاص بك هنا، شاهدوا معي، تقوم بنسخ العنوان هنا، عنوان الذي أريتكم، قمت بنسخ العنوان الأول إخوتي كما تلاحظون هنا، العنوان الأول للمحفظة، والعنوان الثاني سوف أقوم بالنسخ هنا، عنوان المعرف، يعني الكود الذي قلت لكم يجب عليكم نسخه ووضعه هنا. هذا هو المعرف، معرف إشعار الإيداع. وهنا تحقق من العملة التي سوف يرسلها لي، هي 46.61. شاهدوا معي، لا يوجد اقتطاع كثير، فقط 0.08 من عملة ستيلار، لا يساوي شيئا. وإذا أرسلت العملة عن طريق البيتكوين، فسوف يقتطع منك مثلا هنا من 5.80 دولار، سوف يقتطع منك 4 دولار، فسوف تخسر كثيرا. المهم أخوتي، الخطوة التالية هي السحب. تضغط على السحب هنا، تضغط على السحب. هنالك العديد من الأشخاص طلب منهم التحقق، أنا كذلك المرة الماضية طلب مني التحقق عند استخراج أموال التعدين، ويمكن هنا أن يطلب منك التحقق من الهوية. المهم أخوتي، تقوم هنا بالضغط على الكاباتشا، هذه الكاباتشا، وتمريرها بشكل عادي بشكل سهل. أول شيء سوف يقوم بإرسال إرسال الرسالة، شاهدوا معي، الرسالة سوف تذهب إلى هذا هو الرمز، قام بإرسال الرسالة إلى الرقم الهاتف المرتبط بالمنصة، قم بنسخه، شاهدوا معي هنا، قم بنسخه، هنا يتحقق مباشرة، وهنا يقول لك جاري المعالجة، يستغرق الأمر عادة حتى 30 ثانية، ستتم معالجة طلب السحب يدويا. شاهدوا معي، هذا هو المشكل الذي يحصل معكم إخوتي في الأسابيع الماضية. مثلا أنا أقوم بالسحب تقريبا منذ عام ونصف، ولم أتلقى هذا المشكل، وهنا قال لي ستتم المعالجة طلب السحب يدويا. يعني هذه أول مرة التي أطلب فيها السحب ويقول لي سيتم السحب يدويا. يعني منذ في المرة الماضية أنا أسحب مباشرة، يعني منذ في دقيقة فقط تصل الأموال إلى محفظة البيلانس، وهنا
الطلب الخاص بي هو معلق، شاهدوا معي، هذا هو الطلب الخاص بي معلق كما تلاحظون هنا. وسوف أنتظر الطلب حينما يصلني، فسوف أعمل فيديو أخوتي وكم هي المدة التي استغرقها طلب سحب أموالي الخاصة. المهم أخوتي، أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو الشرح حول طريقة إرسال العملة ستيلر إلى منصة بيننس. أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو أخوتي، وإذا أرسلوا لي أرباح سوف أقوم بعمل فيديو جديد لتوضيح مدة إرسال الأرباح. ولذلك أنا أقول لكم دائما لا تقلقوا، لأن أرباحكم سوف تصلكم يوم أو يومين، المهم الأرباح سوف تصل. إذا لم تصلك في يوم أو ساعة أو ثانية فسوف تصلك في اليوم الثاني، لأن هذه المنصة صادقة صراحة ولا يوجد أي مشاكل في هذه المنصة. شاهدوا معي الأرباح معلقة. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.